السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. هنا في هذا الدرس الثالث والمهم للغاية سوف نتحدث عن لماذا بعض المبيعات والتسويق والعمل من خلال الفيسبوك أحيانا يؤول إلى الفشل، وكيف يمكننا النجاح، كيف يمكن أن يصبح ناجحا. دعونا بالبداية نذكر بأمرين مهمين، وهما أولا ما هي اهتمامات الناس للفيسبوك، لماذا يأتي الناس، لماذا يستخدم الناس الفيسبوك، والشيء الآخر ما الذي يحتاجه البزنس من الفيسبوك. الموضوعين بالمناسبة مختلفين تضاد بشكل يعني ب180 درجة. الأشخاص يرغبون في عمل علاقات، في تبادل آراء، في مشاركة اهتمامات وما شابه، هذا هو العنوان الرئيسي للأشخاص عندما يأتون إلى الفيسبوك. البزنس يرغب في جني عائدات ريفينيوز، يرغب في عمل مبيعات سيلز، يرغب في انكم، في ايجاد دخل، ويرغب في الذهاب والوصول الى ليدز، الى اشخاص مهتمين ويرغبون بالشراء. اذا هذا هو البزنس، هذا هو البزنس ما يرغب به وما هو بحاجه اليه من الفيسبوك، بينما الاشخاص هم يذهبون الى مره اخرى الى انشاء علاقات والى ابداء اراء والى مشاركه اشياء مضحكه او مثيره للاهتمام، إما تكون مهمة أو أن تكون على سبيل الدعابة والمزح والتواصل وإبداء آراء معينة حول موضوع ما أو آخر. هنا سوف نتعلم كيف يمكن بالحقيقة الوصول إلى الأشخاص وإنشاء صفقات ناجحة من خلال الفيسبوك والترويج بشكل أساسي، وحتى نقوم بعمل بسد الفجوة الكبيرة بين الخطين المختلفين في الحقيقة أو المتعاكسين تماما يعني، وهما الأشخاص لماذا يتواصلون بالفيسبوك وكذلك حال البزنس ماذا يرغب. هنا دعونا نذهب إلى شرح 4 خطوات أساسية للفيسبوك لإجراء مبيعات من الفيسبوك، ونسميها 4 steps Facebook sales system. إذن هنا سوف أتحدث عن 4 خطوات أساسية ويتوجب عليكم. هنا بالحقيقة نحن موجودون في صفحة خاصة بنا، ستكون عنواننا على كل الأحوال في الدورة، وسوف نقوم بشرح معظم الوحدات من خلالها، وسنقوم بإجراء حملات وأمثلة واقعية من على هذه الصفحة. هنا دعونا نذهب إلى 4 خطوات التي بدأت بالحديث عنها قبل قليل، وهذه الخطوات نسميها 4 steps Facebook sales، 4 خطوات لإنجاح المبيعات بالفيسبوك، وهي كالتالي ويرمز لها ب FLNS، مرة أخرى FLNS، وهي ترمز إلى F اختصار إلى Fan Growth، و L اختصار إلى Lead Generation، و N اختصار إلى Nurturing Leads، و S اختصار إلى Sales. بالتأكيد لن أذهب بكم إلى متاهات بمصطلحات أجنبية، ولكن بالتأكيد سأقوم بشرح كل شيء. هنا الفانز هم في الحقيقة الأشخاص، الأشخاص أنك تلتقي مع الأشخاص الذين يتواصلون بالفيسبوك، وهنا وفي هذا في القسم الأول فان جروث نحن بحاجة إلى grow your Facebook fans، المقصود الوصول إلى زبائنك المحددين والمستهدفين بالفيسبوك. إذن هذه هي الخطوة الأولى، وهي أن نذهب إلى الأشخاص المهتمين والذين يهتمون بالموضوع، بموضوع عملك أو نشاطك التجاري أو الخدمات. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية lead generation، ومعنى ذلك هو عمل فلترة بالحقيقة واستهداف أكبر، ومن خلال lead generation معناها نقوم بعمل lead generation campaigns capture إيميل وفونز. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك الوصول إلى الأشخاص المهتمين من خلال الإيميل والتلفون، إما أخذ معلوماتهم كإيميل أو تلفون للتواصل والاحتكاك المباشر معهم، وذلك الانتقاء إلى الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة ونسميها nurturing leads، ومعناها nurture those leads to convert them to hot leads. ما معنى ذلك؟ هذا الشيء معناه الأشخاص الذين تم التواصل معهم مباشرة في الخطوة الثانية من خلال الإيميل والفونز والتواصل الكونتاكت مباشر، كان يقومون بالتواصل والاحتكاك والتفاعل مع صفحتك أو مع منشورك أو مع منتجك من خلال إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني أو من خلال المكالمة الهاتفية، عليك أن تقوم بجذبهم والاهتمام بهم وتحويلهم من عناصر ومن أشخاص جامدين إلى عناصر وأشخاص مهتمين والزبائن نسميهم hot leads، معنى ذلك أنهم عناصر يرغبون ويهتمون بالمنتج الذي أنت تتحدث عنه أو الخدمة التي تتحدث عنها، حتى يكونوا زبائن مستهدفين وزبائن يرغبون بالشراء. الخطوة الأخيرة هي sales convert those hot leads into revenue، معنى ذلك أن هؤلاء الأشخاص الذين قمت بالتواصل معهم وعرض خدمتك عليهم بشكل مباشر
والتواصل معك واهتموا بالموضوع، يجب عليك أن تقوم بتحويلهم إلى مردود مالي لك وعمل مبيعات. إذا هذا هو باختصار هو سر النجاح بالفيسبوك. وأعود وأكرر، هي أربع خطوات: FLNS، اختصار إلى Fan Growth، الوصول إلى الجمهور إلى والالتقاء مع الناس وجلب المعجبين والأشخاص بالصفحة والالتقاء مع الناس من خلال عرض خدمتك عليهم، وهذا يكون بإعلام ممول أو في ناشر بالمجموعات أو ما شابه. الخطوة الثانية وهي Lead Generation، ومعنى ذلك هو أن نقوم من خلال الإعلان بالوصول إلى أشخاص مستهدفين من خلال الإيميل أو الفونز، كان يقوموا بالاتصال بك أو إرسال رسالة والتفاعل مع منشورك أو مع صفحتك أو ما شابه. الخطوة الثالثة تحويل هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بالاتصال معك إلى عناصر نشطين وفعالين ويرغبون بالحصول على خدمتك. الخطوة الرابعة والأخيرة والأهم وهي سيلز، مبيعات، أن تقوم بتحويل هؤلاء الأشخاص المهتمين إلى أشخاص يقومون بشراء منك. الخلل الحقيقي في الحقيقة عند معظم الشركات والأشخاص الذين يعملون بالفيسبوك وحتى بالإعلانات سواء كانت ممولة أو غير ممولة، هم أنهم يقومون بالقفز من الخطوة الأولى والثانية والثالثة إلى الخطوة الرابعة، كان يقوم بإنشاء صفحة وفورا الذهاب إلى عمل ترويج وإنفاق مئات الدولارات أو عشرات الدولارات بدون الحصول على عائد. ولكن الحقيقة يجب أن تكون تمر بأربع خطوات FLNS، وهذا ما سيكون على كل الأحوال موضح في وحدات قادمة عند إنشاء حملات مستهدفة، تحديد النتش وتحديد الأشخاص والتفاعل معهم، وعند تفاعل الأشخاص الاهتمام بهم وإظهار وعرض تفاصيل أكثر لهم، وبعد ذلك تحويل هؤلاء الأشخاص إلى أناس يقومون بشراء خدمتك وتفاعل معك. هذا هو السر الحقيقي في النجاح في المبيعات بالفيسبوك، وهذا هو الفيسبوك سايكولوجي الأساسي والرئيسي. لكن عن القفز مباشرة إلى الخطوة الرابعة، وهذا ما يقوم به العديد مع الأسف من المعلنين أو المسوقين، هذا ما يؤدي إلى الفشل الذريع وهي إنفاق المال بدون فائدة. إذا هذه هي النقاط الأساسية ومهمة جدا، لا أرغب بالابتعاد عنكم كثيرا، ولكن أتمنى أن تكونوا على تواصل معنا في كل جديد. ستكون موضوعنا القادم في الدورة موضوع مهم جدا، وهو سبع طرق في السايكولوجي الخاصة بالفيسبوك والتي تجعل الأشخاص وإعلاناتك بالفيسبوك لا تنتسى نهائيا، وما نسميها 7 ways psychology can make your Facebook ads unforgettable. معنى ذلك سبع طرق في السايكولوجي الخاصة بالفيسبوك والتي تهتم بفلسفة الفيسبوك وعلم النفس، ما نسميها علم النفس الخاص بنفسية الأشخاص، التي تجعل من إعلانك بالفيسبوك لا ينتسى نهائيا عند الأشخاص. سبع خطوات أساسية يتوجب عليك اتباعها دوما في إنشاء أي إعلان سواء كان فيسبوك أو غير فيسبوك. ستكون عنواننا إن شاء الله في الوحدة القادمة، نراكم في تلك الوحدة. إلى هنا دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في وحدة جديدة. هنا في هذه الوحدة المهمة جدا سوف نتحدث عن سبع طرق سيكولوجية يمكن من خلالها أن تجعل إعلانك بالفيسبوك لا ينتسى نهائيا ويحفر في الذاكرة. إذن هنا سنبدأ على بركة الله في هذه الوحدة عن سبع طرق سيكولوجية رائعة جدا. وقبل البدء في شرح كل على واحدة، يتوجب علينا التنبيه لشيء مهم جدا. الحصول على انتباه الناس في مكان مزدحم مثل السوشيال ميديا مثل الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزايد في مكان مزدحم وبشكل متزايد هو التحدي الأكبر الذي يواجه جميع المعلنين، كل من يعمل في الإعلان بالفيسبوك. وهنا الخطوة الأولى في السايكولوجي، الإعلان هو كل شيء بالمناسبة في السايكولوجي. الإعلان advertising هو كل شيء في السايكولوجي. نحن نستخدم الكلمات والصور والناس والعواطف لإقناع الناس بأنهم يريدون وأنهم يرغبون بشيء معين وأنهم بحاجة وأنهم يرغبون في منتجاتنا. ومع ذلك ومع كل ذلك، فإن معظم المعلنين يكون لهم فقط سوى فهم سطحي لبعض الأدوات التي يستخدمونها، وهذه المشكلة الحقيقية التي تواجه معظم المعلنين بالفيسبوك. هنا قمنا بالحقيقة باختيار سبع طرق يمكنك استخدام الأساليب السيكولوجية وأحدث من خلال أحدث الأبحاث لجعل إعلاناتك بالفيسبوك في الصدارة من حيث المجتمع ومن حيث الصياغة ومن حيث الأسلوب، لتحقق أقصى قدر من الإقناع وجعلها لا تنسى أبدا لعملائك بل وتكون تحفر في أذهانهم.
وكل ما لدينا هو أمثلة بالحقيقة من الفيسبوك. لدينا عدد من الصفحات التي تبين كيفية استخدام هذه التقنيات للمعلنين في الوقت الحالي، وقمنا باختيار باقة بالحقيقة من المجلات العالمية والصفحات الفيسبوك العالمية والشهيرة والتي تقدم خدمات الإعلام بشكل احترافي وبشكل مدروس ودقيق جدا. وهنا دعونا نتحدث عن سبع طرق سيكولوجية التي يمكن من خلالها صناعة إعلانات فيسبوك ناجحة ولا تنسى. رقم واحد، دائما مشاهدة الوجوه، يجب عليك أن تعرض الوجوه في إعلانات الفيسبوك. رقم اثنين، العواطف دائما تفوز، يجب أن نركز على موضوع العواطف في الإعلان كخيار آخر في السيكولوجي. رقم ثلاثة، استخدام الأحمر لجذب الانتباه. رقم أربعة، جعل الجزء الخاص بك وتحديد الجزء الخاص بك من العملاء ومن الزوار والفانز، وهذا شيء مهم جدا، وهذا ما نقسمه إلى قسمين وهما social proof سوف نتحدث عنه لاحقا، وكذلك حال social contagion وهو ما نسميه العدوى الاجتماعية. رقم خمسة، زيادة عرض التنافر والتضاد في ما بين منتج وآخر أو موضوع وآخر. رقم ستة، جعل المنتج الخاص بك فريد من نوعه وأن تقدمه على أنه منتج فريد من نوعه وشحيح، لا يوجد منتج غيره، وأن هذا المنتج هو خاصتك وأنه مميز جدا. هذه نقطة مهمة جدا جدا. رقم سبعة، اختيار كلمات مميزة وهادفة وتحقق الفائدة القصوى في إعلانك. إذا استخدام الكلمات هو شيء مهم جدا. وإذا بهذا نكون قد قدمنا لكم سبع طرق سيكولوجية أساسية يمكن استخدامها. إذا هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المقدمة البسيطة حول هذه الوحدة، وإن شاء الله تعالى كل موضوع كنت قد تحدثت عنه الآن سيكون لدينا درس مفصل حول كيف يمكن عرض الوجوه، كيف ما هي العواطف، كيف يمكن العمل على وتر العواطف، كيف يمكن استخدام اللون الأحمر في التصميم وفي الصور وفي البوست، كذلك حال كيف يمكن أن نحدد الجزء الخاص بنا من العملاء من خلال social proof و social contagion، وكذلك حال كيف يمكن عرض زيادة عرض التنافر بين والتضاد بين موضوع وآخر، وكذلك الحال كيف يمكننا جعل المنتج الخاص بنا مميز وفريد من نوعه وأنه لا يوجد له مثيل وأنه شحيح وعليه طلب كبير، وأيضا كذلك الحال كيف يمكننا استخدام كلمات وما هي الكلمات الأساسية والرئيسية والمدروسة بعناية فائقة التي يتوجب عليك استخدامها في إعلاناتك بالفيسبوك. إذن أعود وأكرر، هذه سبع طرق يتوجب عليك أن تعمل من خلالها في إعلاناتك بالفيسبوك، عليك أن تأخذها بعين الاعتبار. إلى هنا دمتم بخير ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. هنا في هذا الدرس سوف نتحدث عن السيكولوجية الأولى في هذه الوحدة، وهنا ونقول دائما، هنا دائما يجب عرض وجوه، يجب عرض وجوه في الإعلان، دائما يجب عرض وجوه لأشخاص حقيقيين. فإذا أردت أن تلفت انتباه الناس مباشرة إلى الإعلان الخاص بك، تأكد من أنك تظهر وجه لرجل، لامرأة، لطفل، لفتاة وإلى آخره. يجب إظهار وجوه لأشخاص حقيقيين. نحن نحب النظر دائما في الوجوه، لأن التعرف على الوجه والقدرة على قراءة العواطف في وجوه الناس هي الأدوات الاجتماعية في نهاية المطاف، حيث أن العقول أيضا تبحث عنهم في كل مكان على كل الأحوال. لدينا جزء معين من الدماغ يستجيب فقط إلى الوجوه، فقط الوجوه وأشكال هي التي يستجيب لها، والتي تسمى أحيانا في منطقة الوجه المغزلي، ولا تعمل إلا إذا رأت وجهه. إذن حتى نؤكد هذه المعلومة، في عام 2005 أظهرت دراسة في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أن الناس لديهم خلايا معينة تستجيب فقط للأشخاص من خلال رؤيتهم مباشرة. وفي هذه الحالة كان المخترع اسمه جينيفر أنستون، وتم إطلاق اسم الخلية هذه الموجودة في الدماغ الإنسان، اسم خلية أنستون، وهذه لديها القدرة في التمييز بغض النظر من كان شخص عادي أم كان من المشاهير. إذن لذلك الوجوه وطريقة عرض الوجوه هي طريقة رائعة تستخدم دائما في العمليات الطبيعية في الدماغ لجذب انتباه شخص ما. هنا في موقع أو في صفحة
سناب واير. هنا نشاهد هذه الصورة وبها الوجه وبطريقة تعبير معينة، كيفية الشعور لقراءة الأخبار قبل الأحداث، هذا طريقة عرض معينة. أيضا هنا نشاهد صورة أخرى لوجه ربما يكون مبتسم قليلا، كما نشاهد هنا صورة معينة، وهذا شيء ملفت للانتباه. كذلك أيضا إذا كنا نرغب بإضافة صور أكثر لأشخاص ربما يكونون من المشاهير، سنذهب إلى موقع مجلة إلي ماجازين في الولايات المتحدة الأمريكية United States، وهنا نشاهد إحدى صور المشاهير، والجميع يعلم ويسمع ربما بكيم كارداشيان. وهنا يمكن بالتأكيد عند رؤية الصورة مباشرة، وإذا كانت هذه الصورة تجسد شخص معين على إعلان أو موضوع معين، فبالتالي بالتأكيد ستكون ملفتة وجذابة. لذلك نشاهد الشركات المنتجة للمواد الطبيعية، المأكولات، المشروبات، مواد التجميل، وحتى أجهزة الموبايل والتلفونات وما شابه، دائما تحافظ على وجود أشخاص وصور لوجوه معينة تكون مدمجة في إعلاناتها. وهذا لسبب بسيط، أن هذه الدراسة وما نقوله الآن هو هنا في السيكولوجية رقم واحد مهم جدا، إظهار الوجوه وصور حقيقية لأشخاص حقيقيين، هذا شيء ملفت ومعبر جدا وجذاب وطريقة قوية جدا في الإعلان وفي جذب الآخرين. حيث هنا كما تحدثنا هنا في صفحة اللي ماجازين نشاهد صورة كيم كارداشيان، وأنا متأكد أن الكثير من الناس لديهم الآن خلية كارداشيان في الدماغ، وذلك لكثرة عرض صور هذه العارضة أو ما نسميها إجمالا نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، والتي تظهر غالبا في ما يتعلق بالنساء، ملابس النساء والقصات وتفصيل الملابس وما شابه، وبالتالي أصبحت طابع في أذهان الكثيرين. إذن إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ونجمل الموضوع أن عرض الوجوه لأشخاص حقيقيين في الإعلانات هي أول سيكولوجية ومن أهم السيكولوجيات في الإعلانات وفي طريقة عمل بوست أو إعلان بالفيسبوك، بغض النظر سواء كان الإعلان مدفوع من خلال إعلان ممول أو لنشر بوست في مجلة أو لنشر بوست في جروب مجموعة أو لنشر بوست في صفحة أساسا موجودة. إلى هنا ننتهي من هذا الدرس، ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. هنا سوف نتحدث عن السيكولوجية رقم 2، والتي تندرج باسم العواطف دائما تفوز، حيث أننا نعلم دائما أن الحجج العاطفية تسير دائما إلى الفوز على العقلانية. نحن دائما ننتبه إلى العواطف في وجوه الآخرين، وخاصة في وجوههم مهما كانت لغاتهم باختلاف لغاتهم حول العالم. لذلك فإن العواطف هي وسيلة رائعة لاستخدام تقنيات السيكولوجية في العلاقة في الدروس السابقة كما تحدثنا. وقد أظهرت الأبحاث العلمية أن تعابير الوجه، يعني تعابير الوجه بشكل عالمي، هي مفتاح الحوار بين الثقافات وبين جميع الثقافات، وواحد من أهم الأسباب التي تتوجب البحث في وجوهنا، وهو لأننا نريد قراءة مشاعر الآخرين. لذلك نحن نعرف كيفية التصرف تجاهنا عندما نقرأ تعبير الشخص المقابل وتعبير وجهه وعواطفه بشكل حقيقي، وهذا يعني أننا جيدون حقا في اختيار العواطف وقراءتها في وجوه الآخرين. وهنا يتم استخدام العواطف بشكل كبير جدا في عمل الإعلانات على الفيسبوك، خصوصا بالمشاعر الإيجابية، ولكن يمكن تماما مثل هذا الإعلان بشكل عواطف إيجابية، ابتسامة وبهجة والسرور كما يظهر على شكل هذه الفتاة، ولكن أحيانا نجد بعض الإعلانات تكون بشكل سلبي أو ما نسميها نيجاتيف ايموشن، عاطفة سلبية، كإنسان حزين أو نادم على شيء معين، أو كما هنا كما نشاهد هنا إنسان يدخن ويبكي والدموع على خدوده كما نشاهد هنا أو على خده،
إذا وهذه تستخدم أيضا أحيانا في بعض المواقع الأخبارية أو في بعض المقالات لتؤثر في الناس وتكون دافع لأن يقوموا بالنقر على المقال وقراءتها. ولكن إجمالا وبشكل عام والأكثر شيوعا في الإعلان هو والاستراتيجية الأفضل هي رسم المشاعر الإيجابية في وجوه الناس مثل هذا المثال. وأيضا كما في هذا المثال الأكثر وضوحا هنا نشاهد هنا صورة وجوه وعواطف أيضا إيجابية وناس مبتسمين. وهنا نقول في مثل هذا الإعلان وجوه زائد سعادة يساوي مزيج مثالي للإعلام. إذن إلى هنا ينتهي الدرس، دمتم بخير، نراكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. هنا سوف نتحدث عن السيكولوجية الثالثة في هذه الوحدة، وهي استخدام اللون الأحمر لجذب الانتباه. عند استخدامنا للون الأحمر في جذب الانتباه في الإعلانات فإن ذلك سيكون شيء رائع جدا، كما في المثال الذي نقوم بتوضيحه هنا للرمان وهو باللون الأحمر، ومنتج هنا مصنوع منه ووظيفته هو معالجة قوط الشعر. هنا قبل البدء بالحديث أكثر عن اللون الأحمر والألوان الأخرى، هنا بشكل عام يمكن لبعض الثدييات أن ترى فقط سوى لونين، أما الإنسان فبإمكانه أن يرى ثلاث ألوان، وقد تطورت الرؤية إلى الأحمر جنب إلى جنب مع الأزرق والأخضر، هذا بشكل أساسي. في الماضي قديما كان أجدادنا يرون اللون الأحمر غالبا عند سقوط الشعر وسقوط شعرهم وظهور الصلع، كنا نشاهد الدم يسري في العروق بشكل واضح واللون يكاد يكون واضحا. أيضا كذلك الحال يظهر اللون الأحمر دائما عند الأشخاص عندما يكونوا سعيدين جدا، وهذا يكون على وجه الإنسان، أو عندما يكون غضب جدا فإن الدم يبدأ في الظهور على القشرة الخارجية لجسم الإنسان، وهذا ما يثير جدا. ولذلك وأنا أقول ذلك لسبب بسيط، أن هذا التغير التطوري نجد اللون الأحمر أكثر تحريضي وصادم ومثير للجميع، وهذا بالمناسبة هو دراسات علمية وأبحاث وليست مقولة عابرة. وهنا بالفيسبوك في الإعلانات التي تستخدم الأحمر بطريقة مروعة قليلة ومتباعدة كما في هذا الإعلان جنبا إلى جنب مع الأخضر الخفيف، يمكننا أن نرى الانتباه جذب الانتباه الخاص بشكل رائع جدا. ودائما يستخدم الأحمر بشكل بمهارة كبيرة جدا مع ألوان أخرى، تدمج أحيانا مع الأخضر أحيانا مع ألوان أخرى للتأكيد على طبيعة المنتج، كما هنا نشاهد في لون الرمان وبجنبه اللون الأخضر قد يكون محروق قليلا وخفيف، وهذا هو كل شيء. ولكن يتوجب علينا أيضا أن ننوه نقطة مهمة جدا، أن الألوان الأخرى أيضا يمكن أن تعمل بشكل جيد وتزيد من اهتمام القراءة والتذكر بنسبة 82% على عكس من الإثارة والأحمر. ولذلك نشاهد أن بعض الألوان خصوصا اللون المعاكس الأحمر وهو الهدوء وهو اللون الأزرق وهو لون الهدوء والود والهدوء والود نسميه، وهذا ولهذا السبب نجد أن كل شيء بالفيسبوك هو لونه أزرق. إذن الهدوء والتركيز لون أزرق، للإثارة أكثر يفضل استخدام اللون الأحمر. إذن عند تفكيركم في إنشاء إعلان جذاب وملفت جدا وقد يكون مزعج اختيار اللون المثير للضجيج وهو الأحمر، ولكن كما تحدثنا مع دمجه بلون آخر حتى تكون الأمور واضحة. إلى هنا دمتم بخير، نراكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. هنا في هذا الدرس سوف نتحدث عن موضوع أو عفوا عن القسم الرابع، وهو جعل الاهتمام بالجزء الخاص بك من عملائك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل مع المجتمع بشكل صحيح. فبقدر ما نحب أن نفكر في أنفسنا كأفراد، يجب أيضا أن نفكر بالمجتمع المحيط بنا ومن حولنا. ولهذا السبب توجد هناك تقنيتان للتعامل في إعلانات الفيسبوك خصوصا في السيكولوجيا الخاصة بالفيسبوك، وهما الأولى وما نسميها الدليل الاجتماعي وباللغة الإنجليزية تسمى social proof، والقسم الآخر اسمه العدوى الاجتماعية
والتي نسميها social contagion. إذا social proof و social contagion، وباللغة العربية معناها social proof هي دليل اجتماعي، وعدوى اجتماعية اسمها باللغة الإنجليزية social contagion. إذا قسمين أساسيين هم في هذا الموضوع من السيكولوجيز الخاصة بالفيسبوك يجب مراعاته والاهتمام به، وهو مهم جدا وللغاية، وقد قمت بجلب أمثلة واقعية وحقيقية لأشخاص حول العالم قاموا بتجارب وتبعهم آخرون في موضوع الدليل الاجتماعي وفي موضوع العدوى الاجتماعية، وهذا ما سنتحدث عنه عفوا ما سنتحدث عنه في الدروس القادمة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في درس Social Proof وما نسميه الدليل الاجتماعي، حيث أن الناس يستجيبون إلى الإعلانات التي تظهر لهم وتكون عليها اهتمامات من أناس آخرين وكلام مثل تقييمات مثل ريتس مثل كومنت تعليقات جيدة وإيجابية. كل هذا يسمى Social Proof ويعزز من موقع منتجك وخدمتك. ودائما نحن في موضوع أو ما نسميه دليل اجتماعي، عندما يتحدث الناس ويجمعون على أن شيء منتج جيد فإن الجميع سيتأكد أن هذا منتج جيد وسيذهبون إلى شرائه، إذا هذا هو الدليل الاجتماعي. دعونا نذهب ونتحدث عن قوة الدليل الاجتماعي في التسويق والإعلان على الإنترنت، وهذا ما يفيدنا. في بداية دعوني أقدم لكم هنا مثال واضح وبسيط. في بداية شهر يونيو المنصرم نشر مارك زوبرغ مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على حسابه أنه بدأ بقراءة كتاب مقدمة ابن خلدون، ونتج عن ذلك كثير من الإعجابات وتفاعل المستخدمين العرب، وليس غريبا أن تكون أنت أو بعض أصدقائك وعدد ليس بالقليل ممن قرأ المنشور، فقد قرر قراءة الكتاب أو حتى وضعه على قائمة كتبه السنوية. إذا هذا موضوع بحد ذاته هو social proof، وهذا إثبات كبير جدا أن كتاب ابن خلدون شيء رائع. عندما شاهد الناس والمجتمع، عندما شاهد هذا الشخص وهذا الرجل يقرأ هذا الكتاب، تفاعلوا مع المنشور، تفاعلوا وقاموا بالكتابة وبالتعليق وإلى آخره، وكان تفاعل كبير جدا. إذا هذا هو مثال كبير جدا على social proof، ويمكن استخدامه واستغلاله بشكل صحيح. والهدف من هذا والغاية والتي يمكن أن تستفيد أنت كمسوق هو أن تقوم بإضافة معلومات وبوست ومواضيع وعناوين تفاعلية، يمكن أن تكون تقدم نموذج برهان ودليل اجتماعي على أن منتجك قوي، أن خدمتك رائعة، وذلك من خلال التفاعل. إذا كان عليه تفاعل وكان عليه social proof وجاء آخرون وشاهدوا هذا social proof، بالتأكيد سيقومون بشراء منتجك. هذا هو الدليل الاجتماعي. وكما قلت في البداية أن social proof يعتمد على التعليقات، على التقييمات، لايكس، كومنتس وما شابه الآخر، هذا كله يصب في مصلحة السوشيال بروف الخاص بك وبمنتجك وبخدمتك، وعليك أن تهتم به بعناية فائقة. دعونا نتحدث عن ما أهمية السوشيال بروف في عالم التسويق والإعلان الرقمي. يعتبر الدليل الاجتماعي من أنجح الأساليب التي تحقق نتائج عالية مقارنة ببعض الأساليب الأخرى. فدراسات تؤكد أن 70% من المستهلكين تفقدون مراجعات المشتركين وتقييماتهم في اتخاذ القرار بشراء منتج أم لا، وهذا مثال واحد على استخدام الدليل الاجتماعي في التأثير على قرارات المستخدمين في شراء منتجات أو الخدمات المدفوعة. إذن هذا هو موضوع السوشيال بروف، كيف يمكنك أن تقوم بالاهتمام به بشكل رائع جدا والعناية به والتفاعل معه وإضافة عناصر قوية به. هذا هو إذن السوشيال بروف. ننتقل إلى الدرس القادم في العدوى الاجتماعية. إلى هنا دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس العدوى الاجتماعية وما نسميه social contagion. social contagion كما قلنا سابقا بأن العواطف في العمل واحدة من أفضل الطرق التي تتجلى في جلب المهتمين. نحن نحب دائما أن نكون جزء مهم بالتأكيد من المجتمع ويذكر وتنتقل المعلومة من شخص إلى آخر. دعونا بالبداية نعرف نظرية العدوى الاجتماعية Social Contagion Theory. هنا تنص على أن السلوكيات والتصرفات والمشاعر تنتشر مثل الفيروسات المعدية بين الناس،
وأكبر مثال على ذلك هو عالم الأزياء، مثال جيد على ذلك. وقد وجد الباحثون أن حتى سلوكيات الأكل الخاطئ يمكن أن تنتشر عن طريق العدوى الاجتماعية في بيئات السكن الجامعي على سبيل المثال. لذلك كقائد عليك أن تضع في عين الاعتبار انتشار السلوكيات والتصرفات بشكل واسع داخل المؤسسة أو الشركة. فالسلوكيات مثل التأخر عن العمل أو الكسل أو الغضب تنتشر بشكل سريع بين أعضاء المجموعة أو الموظفين أو ما شابه. هنا نحن نتحدث عن كيفية الاستفادة منها في الجانب الإعلاني وفي مجال التسويق بالفيسبوك. هنا في العدوى الاجتماعية السلوكيات، عندما يشاهد الآخرون سلوكيات معينة على سبيل المثال، دعونا نقوم بمثال بسيط وهو ما قامت به هذه المؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية ALS Association، قامت بجمع تبرعات وصلت إلى 100 مليون دولار لإنجاز مشروع معين. هذا المشروع ويمكن للجميع الدخول إلى هذه الصفحة ومشاهدة كيف أنه من خلال العدوى الاجتماعية من شخص إلى آخر ومن سلوكية إلى سلوكية أصبح السلوكية عند الآخر وعند الأصدقاء إلى أن تمكنوا من جمع 100 مليون دولار لإنجاز مشروع معين، وقد نجحوا في ذلك. وأعود وأذكر اسمها ALS Association. هذا هو مبدأ العدوى الاجتماعية، قلنا هو انتشار الموضوع مثل الفيروس، ونفس الشيء ينطبق على البوست الذي تقوم بنشره وإعلانه. إذا تم نقل وتداول البوست بشكل معدي من شخص إلى آخر وأصبح سلوكية معينة وتصرف معين، فبالتالي فإن الإعلان الخاص بك سوف يجلب لك الترافيك وسيجلب لك الزوار وسيجلب لك المهتمين وسيجلب لك المبيعات إلى موقعك أو إلى صفحتك أو إلى خدماتك بالفيسبوك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ونكون أيضا قد وصلنا إلى ختام القسم الرابع أو السلوكية الرابعة في الدليل الاجتماعي والعدوى الاجتماعية. دمتم بخير، نراكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. هنا سوف نتحدث عن السيكولوجية رقم 5 في هذه الوحدة، وهي تتحدث عن زيادة التنافر وزيادة عرض التنافر والتناقض. هذا هو عنوان هذه السيكولوجية، ومعناها باللغة الإنجليزية نقول لها كالتالي: Increase a viewer's dissonance، زيادة التنافر وعرض التنافر. دعونا نوضح هذه الفكرة، كيف يمكن زيادة عرض التنافر في الإعلان بالفيسبوك في من خلال هذه السيكولوجية لجلب الاهتمام وجعل إعلانك لا ينتسى. قبل أن نشاهد إعلان بهذه السياسة، دعونا نتحدث عن التنافر المعرفي عند الأشخاص. التنافر المعرفي عند الأشخاص هو أن يكون لديك أنك في دماغك فكرتين متناقضتين حول نفس الموضوع لإنجازه. هذا هو التنافر في العرض من ناحية سيكولوجية في طريقة التفكير. أيضا يمكنك تنفيذ القصد، يمكنك تنفيذ المهمة بطريقتين مختلفتين، ولكن قد تبدو الطريقة الثانية قد تكون الطريقة الأولى صحيحة والطريقة الثانية من وجهة نظرك في دماغك أو في عقلك الباطن هي خاطئة. ولكن عند التنفيذ أو عند ربما يكون تنفيذ هذه الفكرة يجلب لك الزبائن ويجلب لك المهتمين. وهنا إذا كنا نرغب في توضيح مثال عملي أكثر لهذا الشأن، هو أن نقوم بعمل إعلان يتحدث عن فكرة مضادة لما أنت تروج له، ولكن في نهاية المطاف يقول إلى هذا المنشور أو إلى هذه المعلومة. إذن هذا هو المقصود في زيادة التنافر والتناقض، أن نقوم بإعلان عكسي أو إعلان مضاد لنفس الفكرة، بأن يكون لديك فكرتين وتقوم بتنفيذهم لعرض شيء معين. إذن هذا هو كل شيء بالنسبة لزيادة التنافر في عرض في السيكولوجية. وهنا نشاهد هنا مثال عملي وبسيط جدا، يمكن للبعض أن يذهب إلى جيف ووكرز برودكت لانش فورمولا. هذا رجل يقوم بعمل بوست، وهذا البوست بالحقيقة يعمل ضمن هذه السيكولوجية. وأعود وأكرر هنا حتى يكون المثال أكثر وضوحا للآخرين، هو أن نقوم بعمل فكرة إعلان بطريقة مموهة وبطريقة عكسية تجلب الزبون لأن يشتري المنتج أو أن يقبل وأن يتفاعل مع الصفحة وأن يعمل ساين أب. هذا هو كل شيء
في هذه النقطة. إلى هنا دمتم بخير، نراكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. هنا سوف نتحدث عن السيكولوجية السادسة. هذه السيكولوجية مهمة جدا جدا للغاية، وهي تتحدث عن جعل المنتج الخاص بك شحيحا، مميزا، نادرا، ملفتا، عليه طلب. هذا هو هذه السيكولوجية رقم 6، وهي بالغة الأهمية. كيف نجعل المنتج الخاص بي شحيح؟ المقصود هو أن تصور المنتج في إعلانك وفي صياغتك على أن هذا المنتج فريد من نوعه، غير موجود، وإن كان موجود منه بكثرة، ولكن عليك أن تجعل منه عملة غير موجودة أو فكرة غير موجودة، كأن هذا المنتج هو شيء مميز وأنه عليه طلب وما شابه. هذا هكذا أنت تقوم بلفت الانتباه، وذلك باستخدام عبارات ومصطلحات مميزة، كأن تقول بأن هذا المنتج هذا اليوم أو خلال يومين، لا يوجد غيره وما شابه. هكذا يمكن الذهاب وشراء المنتج، وكلما وهذا كله يتوقف على بالحقيقة على العبارات. إذا هذه هنا السيكولوجية، أن تجعل المنتج الخاص بك شحيحا، مميزا، نادرا. كيف يمكنك العمل؟ يجب عليك صياغة هنا على سبيل المثال كما نشاهد في البنانا ريبابليك. هذا المثال بالحقيقة يندرج ويعمل ضمن هذه الصيغة في هذه السيكولوجية، بأن ليس فقط أن يأتي الزبائن في هذا الإعلان ليقوموا بشراء ملابس، وإنما فقط يقومون بعمل ساين أب ودخول إلى الشوب، إلى المتجر والشراء. هنا على سبيل المثال for the best of our best card members، هنا just card members من تاريخ إلى تاريخ، of everything including our very best new arrivals. إذن هكذا، إذن هو هذه العبارة وهذه الصيغة تجعل من منتجات هذه الشركة وهذا المحل شيء مميز للغاية، وتجذب الزبائن إلى الدخول ومشاهدة هذا المنتج لمعرفة ما بداخله، لأنه من الفكرة يبدو أن المنتجات مميزة جدا. أيضا لدينا فكرة أخرى أيضا في تندرج تحت نفس هذه السيكولوجية، كما نشاهد هنا. هنا أيضا مثال آخر، وهذا المثال أيضا يتحدث عن هذه السيكولوجية، وهي كيف تجعل المنتج الخاص بك فريد من نوعه. هنا يقول لي only 300 text left to see colors. هذا هو محل لبيع flowers. هنا يقول لي طريقة الإعلان مميزة، صورة، واجهة تهيئ لي أن التيكت محدودة وأن كل شيء سينتهي، وبالتالي سيكون الإقبال منقطع النظير، وبالتالي الناس سيقبلون على هذا المنتج من خلال العبارة الترويجية الموجودة والتي تندرج ضمن هذه السيكولوجية. هنا نعود أيضا إلى مثال آخر، دعونا نذهب إلى مثال آخر وربما يكون الأهم، وهو من شركة شوبيفاي، وهو مفهوم أعمق على كل الأحوال، يذهب إلى مفهوم أعمق في ذلك، وهو يجعلك تفكر في أنك قد تكون تفقد شيء إذا لم تقوم بالاشتراك في من خلال شوبيفاي. دعونا الآن نشاهد الصورة والعفو البوست بشكل كامل. هنا هذا هو البوست، يتحدث عن شوبيفاي، عبارة رائعة جدا مميزة تندرج ضمن هذه السيكولوجية استخدام وجعل المنتج الخاص بك مميزا، نادرا، لا وجود له، لا مثيل له، لا منافس له. هكذا هنا كما نشاهد في الثلج تم الاتيان بكرتونة وكتابة عليها become your dream وشوبيفاي. إذا هذا الإعلان من شركة ومن منصة التجارة الإلكترونية العملاقة شوبيفاي. If you are always on Facebook, then you need a Facebook business. إذا كنت دائما بالفيسبوك، أنت بحاجة إلى عمل، إلى إنتاج وإلى إنشاء عمل بالفيسبوك. وهنا يقول لي start your Facebook store. وهنا وهذه الصورة المميزة وهذا الإعلان المميز الذي يتحدث عن منتج فريد من نوعه ومميز. إذا هذه هي سيكولوجية مهمة للغاية، وقمنا بشرح ثلاث أمثلة تعمل من خلال هذه السيكولوجية. إلى هنا دمتم بخير، نراكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد. هنا سوف نتحدث عن استخدام كلمات مميزة وكلمات ملهمة وكلمات جذابة في إعلانك وفي ترويجك بالفيسبوك. وهذه الكلمات هي بالمناسبة مأخوذة من دراسات عالمية على كل الأحوال، وهنا عليك أن لا تهمل هذه الكلمات بل وأن تقوم باستخدامها بشكل الصحيح. وهناك عدد من الكلمات على كل الأحوال تم الحصول عليها وتصنيفها على أنها هي أفضل خمس كلمات في اللغة الإنجليزية على مستوى العالم. ونحن بالمناسبة بالتأكيد كلمات الإنجليزية أو عربية فهي بالعادة تعرب، ونحن نقوم بعمل ترويج وإعلانات لربما إلى لمتاجر إلكترونية والمنتجات وقطع وما شابه، وبالتالي يجب علينا معرفة الكلمات الأكثر على مستوى العالم. والجميع يعلم أن اللغة الإنجليزية هي لغة رقم واحد في العالم، وهي لغة العالم التي لغة العلوم، واللغة 80% من الأبحاث حول العالم هي باللغة الإنجليزية على كل الأحوال، و20% في باقي اللغات. هنا أيضا سنتحدث عن الكلمات باللغة العربية، ولكن هنا دعوني أوضح فقط نقاط بسيطة جدا، وهي ما هي أشهر هذه الكلمات التي يمكن استخدامها في هذه السيكولوجية، سيكولوجية استخدام كلمات مميزة. وهي كلمة you على سبيل المثال كما هنا get your content discovered، وكذلك الحال استخدام كلمة free كما نشاهدنا 3 day free. كلمة فري دائما تجذب الزبائن بشكل كبير جدا عند رؤيتهم كلمة فري موجودة في إعلانك. أيضا كذلك الحال كلمة عفوا أعتذر عن تكرار البوست هنا. أيضا كلمة بيكوز لأن لأجل لسبب، هذه أيضا كلمة مميزة جدا كلمة بيكوز. إذا قلنا كلمة يو وكلمة فري وكلمة بيكوز، هذه ثلاث كلمات حتى الآن. وأيضا instantly معناها باللغة العربية حالا فورا، فقد تقوم بعمل عرض خصم وما شابه حالا الآن. هنا نشاهد هنا introducing Amazon Echo، هي الصدى الخاص بأمازون، العبارة حالا على كل الأحوال. أيضا الجملة الخامسة وهي new جديد هو وصل جديدا أو ما شابه. إذا خمس كلمات تم تصنيفها على مستوى العالم أنها هي أفضل خمس كلمات في هذه السيكولوجية. وأعود وأكرر أن هنا كل ما أقوله هو عبارة عن دراسات وأبحاث ومأخوذة من جامعات قامت ومراكز أبحاث قامت باختيار هذه الكلمات بعناية فائقة وتقديمها لنا حتى نقوم باستخدامها في إعلاناتنا بالفيسبوك ونقوم باستخدامها في السيكولوجيات الخاصة بنا. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ولكن قبل أن أنهي هذا الدرس أود أن أذكركم بأنه سيكون وحدة خاصة عن الكلمات، كيف تستخدم الكلمات المميزة في الفيسبوك، وسيكون هناك درس لكل كلمة من هذه الكلمات على سبيل المثال new free عفوا please أو وفري كما تحدثنا و instantly و because عفوا because. إذن هذه الكلمة المفقودة كانت لدي because. إلى هنا دمتم بخير، نراكم في الوحدة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.